السلام عليكم مشاهدين، كدير لاباس عليكم؟ نتمنىكم ديما تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيدين ان شاء الله يا ربي. اليوم جيناكم بفيديو اخر على كريم مشتري ب 5 درهم، حتى ما كطلبوهم مني وهنا درت لكم خاطركم وهذا الطلب ديالكم ومرحبا بكم. تحيه منال، تحيه المشاهدين. السلام عليكم مشاهدين، كدايرين لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده يا ربي. اليوم ان شاء الله جبنا لكم مع فيديو جديد اللي هو يا 5 درهم. يلا بسم الله. ايوا خليكم المشاهدين مع منال حيت هي اللي خرجت تقدات معايا من المتجر. هاد المشتريات اللي خدينا كاين شي حاجه ديال المطبخ، شي حاجه ديال ديكوراسيون، وشي حاجه اخرى نسيتها، خليكم معنا باش تكتشفوها. يلا مرحبا بكم. اول حاجه خديناها هما هاد الشميعات كيف كتشوفوا، هما الصراحه ما فيهمش الريحه، حنا مولفين ناخذوهم مثلا شي بنتي اللي بغات تزوق بهم البيت ديالها. عندكم في الضيف عزاز تشعلوا من قبل مهم ديكوراسيون، وحنا ماشي اول مره غنجربوهم، مولفين نجربوهم الصراحه غزالين والشكل ديالهم رائع. وغير 5 دراهم، غير ب 5 دراهم اصلا اي حاجه غنشاركوها معكم هنايا راه ب 5 دراهم. بسم الله. هنا هذا المعطر نجرو حتى عزيز عليا النظافه، كيف كنقول لكم ديما ديال الورد حتى هو زوين، ما تديروه في الدوش او في السياره ديالكم حتى هو راه زوين، ها هو الريحه ديالو. جربيها شوفي واش غادي تجيك الريحه ديالو. فما في الصراحه والله الا زوين حتى هو ب 5 دراهم. ها هو الشكل ديالو خضير زوين، هذا كان ديال الخزامه تاعو، انا خديت ديال الورد. ديال الورد حتى واحد ديال الخزامه عندي. بغيتو غير ترشل شمك دوش في السياره في كل شيء. ثالث حاجه اللي خدينا هي هاد البريكه، صراحه عمليه والديكور ديالها زويون. الا شي وحده كانت كتخاف من العافيه بحالي من ديك البريكه الصغيره، الا كنت بغيت ديرها طق ما كانش هادي والله على الصراحة عملية، ماشي أول مرة غنشريوها، مورفين ديما كنشريوها وزوينة ب 5 دراهم. 5 دراهم بسم الله. أنا خديت هادو اللي كيقلبو بيهم الحلوى ولا سميتو الشفنج ولا السردين اللي كنت كتقلي ولا الحوت، أنا ديجا كنت خدتها غير ب 5 دراهم، غير وحدة ب 5 دراهم. اليوم أنا لقيت جوج، واحد لك واحد العزيز عليك ب 5 دراهم، هما جوج زوينين يقدروا يهزوا حتى البرايوات الكاطو كل شيء تاخذ اي حاجه سخونه حتى الفاخر، لو بغيتي تجمعي حتى كتشوي ولا شي حاجه تزيدي حتى الفاخر. زوينين هادو كينفعوا. جوج ب 5 دراهم. جوج ب 5 دراهم. خدينا هادي، الا بغيتو تمسحو بها الجاج تغسلو شي مره الجاج، ولا بغيتو تغسلو الطوموبيله ديالكم، الصراحه زوينه وتا هي ب 5 دراهم عمليه. اي حاجه عندكم ديال الجبس تقدروا تستعملوها. انا مشيت للمسك قود من قبل كنشم ريحه المسك شفتيها كتشمي فيها. هذه خمسه شنو هي 12 هذه؟ فلاش المسكه فلاش سته ب 5 دراهم. انا كناخذها بالدرهم يعني بحال راه الحين ذكيه، هي سته الحبات 5 دراهم عارمه النضغه من هنا تستي من الجيه المشاهدين. كاين اللي كيبيع ب 30 ريال، ولكن حنا شرينا 6 غير ب 5 دراهم، بحال رابحين وحده، ما حنا كناخذوها بالدرهم. الهريسه الهريسه، شكون اللي من عشاق الهريسه بحالي؟ من عشاق الحار. انا لما كانت الهريسه في الغداء راه ما كناكلش. ماما جرباتها وما عجبكش المذاق ديالها. جربت هي حليتها ولكن نقربها الكاميرا الصراحه ما عجبتنيش. اش السميه ديالها؟ بلاتي السميه ديالها ها هي هي هوت صوص باينه. ما عجبتكش ياك المذاق ديالها صراحه؟ انا عزيز عليا كنبغى بالثومه وبزيت العود بحال اللي كناخذو من ديال اللي كناخذو من السوبر مارشي، هذه اول مره غناخذها من المتجر ما زويناش، غير الماء ماشي شي هذا. وفي هذاك الحار بزاف حاره بزاف، ولكن ما فات حتى شي نسمه والو، حتى شي مذاق، ما فات حتى شي مذاق والو. هذه ما زوينش، هذه خرجت فاصه شور اللي شرينا. هذا نخليها ماما باش تقدمها ليكم واحد ديال المطبخ. هذه الشيفه اللي كدهني بها الفقاص ولا الكروش ولا شي هذاك،
اي حاجه عندك، اي حاجه بغيتي تديريها بالبيض ولا هذا ضروري خاصهم يخدم بهم هادو. 5 درهم، 5 درهم، كلشي شي ب5 درهم. ايوا الشوكولا، صح الشوكولاتة ضروري. يعني ملي مشيت مع ماما الصراحة شفتو قلت لها هذا غناخدو، الصراحة زويون، وأنا الصراحة أول مرة غناخدو. مش حليش دقي نشوفو الرأي ديالك. والله حنا كناخدو معروفة ديال التهيئة، حيت هاد الشوكولاتة بالنكهة ديال النعناع صراحة ما عرفتش. بالنكهة ديال النعناع أول مرة غنشوفو. أنا دوقا نقول للمشاهدين كيجاو واش بنين زوين ولا غير صعاب. عطا الماما تاهي الدوق. بسم الله، ريحته زوين في الحقيقة. الشوكولاتة السوداء زوين صح والله ما كحشنش. عطا المرات الكاميرا بسكلي تاكل الشوكولاتة باش منطيحش في الطونسيون. صراحة عجبني وفي هاديك بنات النعناع خفيفة. لا زوين حق الله زوين. هادي ما الناس اللي كيعجبهم الشوكولا نواغ، هادي ما ضيعناش فيها فلوسنا، تستاهل 5 درهم. الى لقيتوها خدوها. هادي ديال التليفون، اش تصفق التليفون ديالكم؟ اش كنت تصفق في الطوموبيل؟ اه كنصفق بزاف الناس كيديرها في الطوموبيل. بس هذا اول، عندي وحده في شكل اخر، عندي اول مره بشحال هادي 5 دراهم. اه كاين اللي كيبيعها 8 دراهم، كاين اللي 10 دراهم. 260 في المدينه تحت. حنا خدينا ب5 دراهم، خدينا 260 هنا 5 دراهم في المتجر زوينه. حتى الناس اللي كيصوروا في اليوتيوب ويلاه بادي غنقولها اه يقدروا ياخذوها. شوفي في الصفر تقدر تتحكمي في التليفون كيف ما بغيتي، تقدري تدوري بحال هكا، دوري هكا بحال هكا يعني كدور ماشي بحال هانت. ماما شراتها خصيصا لكم المشاهدين، تقدري بحال هكا باش تلاقي حتى عارفه راكم غاليين. هادي معنا طالبه غير موجوده. خدينا هاد الورد ديال بلاستيك بحال بغيتي تقول مجفف، هو صح زوين ديكوراسيون تحطو بحال هكا. رجع لكم شي مره شي ضياف وسبق وخدينا منه من قبل. اه سبق وخدينا منه قبل وعجبنا. حتى كانت شي حفله درو شي نهار في البياض شي عيد ميلاد ولا شي حاجه كنت شدتو هكا في الطابله كيعطيو المنظر غزاله. كاين شي روح على كاين شي بزاف غير هو المنظر ديالو في الديكور ديالو في الفن. 5 دراهم، 5 دراهم. بسم الله لكيدي ليا حاجه ديال الماكله هي ولي طات ليا انا. هادي حتى هي لي باب شنو شاركنا معاهم من قبل حاله. هاي الباك كتجيب 5 دراهم. هادشي هو كاين الناس اللي يهزوا الباك لان عندهم وليدات الشيء اكثر كنلقاو كيتهز هذا اكثر من الشيء الاخر. هذا ديال القطنيه في داك الشيء كيتهزوا بزاف. كاين 5 دراهم. عندنا مع هادشي انا واختي ديما نطيبوا هادشي شوكولات سريع. جوج هاد هنا شي حاجه تاع كناك لهنا ما نال اش تشادي تجمي لا باش ها داك ديال الشعر ديالك. جينا هاد جوج مشيطات صراحة الناس بزاف شكروهم لانهم ما كيطيحوش الشعر. خديت وحده ليا وحده لختي ولكن مازال ما جربناهم. يعني ان شاء الله نجربوهم. رد عليكم نشوف انا قلبيهم. اما 5 دراهم نجربوها بشعر بنيت دابا ما ناش تخدم في الشعر ولا نجربوها. عزال غوز لا هي خدات الديكور ديال زوين. زوينة ما طيحتش فيا شعري. زوينين الناس شكرا لينا. نشط بهم وب5 درهم والله. عند مول المكياج كيبيعو مكسر. اه هادي فازلين ديال حامض بقى ملكة. انا بقى ملكة حنا نشوف ريحة ديالها. انا عزيز اي حاجة تكون ريحتها زوينة. هادي استعملوها غير رجليهم ولا يديهم. غير ترطيب اليدين والرجلين والرجلين يكونوا حاكين مزيان في الحمام ولا في الدوش يكون محكوكين مزيان. حاولوا ديروا لهم هادو ديروا الماساج مزيان كتبت القشره تطلق بالرجلين. راه عندي بحالها مجرباها. ما تمشيوش ديروها لوجهكم البنات. لا لا الوجه لا اليدين والرجلين. ولا حسنا الرجلين انا كنديرها رجليا
صراحة عند مول 5 دراهم كاينة شي حاجة ديال الوجه ولا شي حاجة، ولكن ما تقنعش معرفناش خلطنا ودينا حبوب مزيانة. الله يتفادو لي فون دو تان لي بودر شحال كصباغ ديال الظفار هكا ماشي كاينين هاد الباندات ديال الشعر لكن ناخذهم بدرهم الوحدة تما شحال كاينة من وحدة؟ كاينة بستة كاينين ستة غير بخمسة دراهم بحال الزهور كاين وحدة ناخذهم نرتاحهم اليوم صراحة ناخذ غير الكحل والبيض الكحل والبيض وهاد الموف غتاخد غير الالوان الزوينين باش خلينا حنا داكشي الاخر كيما بصحة راه هنايا كيف وريتكم في داك الفيديو السابق اللي كانت معايا فيه اختي جربناهم وصدقوا زوينين جربناهم خدينا لك مره جوج وعطيت لهم صاحبتي باكيه بقى عندنا باكيه جربنا منها حنا رجعنا خديناهم علاش زوينه هذا تنقل وجه كيعطيو واحد نوع ما زوين هكا طبو هادو مجربه مانا غنوريهم لهم زوينين هادو زوينين شحال كيدير عندهم العطر كيديروا 15 درهم و 15 درهم عند مول الماكياج حنا جينا غير ب 5 دراهم بحال 15 درهم تاخذوا فيها ثلاثه في عوض وحده كل ثلاثه ف كل وحده فيها ثلاثه باقا شي حاجه ما باقاش هاد الفريزه اللي سابقنا في الفيديو الاخر كنا جبناهم زوينين مرطب ديال الفم هو على شكل عكاكر اللون ديالو بارد ما كيبانش مزيان قلب الكاميرا من هنا شي اللون ديالو شحال زوين ومزيت بحال شكل عكاكر هو مرطب ديال الفم ديال الفريز وفيه واحد الريحه فن عرفتي ريحته زوينه زوينه صراحه اللي حدا شي مول 5 دراهم غير تمشي تطابق على هادي كانت اختي وبنت خالتي خداو جوج وحده ليها وحده لبنت خالتي ومن رجعنا غير بنهار واحد رجعنا لقينا عندو غير وحده خديناها دابا اللي حدا شي مول 5 دراهم غير تمشي تسالق عليها كيش قاده ودغيا ايوا هادو هما المشتريات ديالنا ديال 5 دراهم ديال اليوم نتمنى انهم يكونوا عجبوكم واستفدتوا من الاثمنه واللي عجبتها شي حاجه تمشي تاخذها هذا ثالث فيديو ديال المشتريات كنحطوه في القناه ديال 5 دراهم الى عجبكم هاد الفيديوهات وبغيتونا نستمروا نبقاو نحطوا لكم بحال هاد لي فيديو مره منساوش ديروا لايك 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 وتابوناو في لاشين ديال ماما باش تشجعونا اننا نبقاو نلوحوا لكم بحال هاد لي فيديو زعما نبقاو نلوحوا من جديد ومرحبا بكم عندنا احنا كل نهار ان شاء الله غندير لكم فيديوهات جداد وداكشي اللي كطالبوه لينا كنربوا نلبوا لكم الطلب ديالكم ومرحبا بكم عندنا المشاهدين وكنشكركم بزاف 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 وما تنساوش لايك 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 شنو تقولي للناس الجداد اللي دخلوا عندك نقولوا مرحبا بكم وفي الناس القدام وشجعوني الناس القدام والجداد وشكرا لكم على التعاليق ديالكم الزوينه وإلا عجبكم بحال هذا الشيء خلوه ليا في التعاليق ومرحبا بكم عاد دكاليا حره والسلام عليكم سلامة. يكون هذا الفيديو خفيف ظريف على قلوبكم ان شاء الله يا ربي والسلام عليكم